السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم متابعيني. طلبت مني كتير عمل فيديوهات للرسم على الكيك، وأنا دايما ما بحبش أقدم محتوى إلا لو أنا عندي خبرة كبيرة فيه، ولأن خبرتي في الرسم على الكيك قليلة فحبيت أستعين بالشيف إيمان طاهر، هي صاحبة خبرة كبيرة في الرسم على الكيك. إن شاء الله هي اللي هتقدم لكم فيديو النهاردة، هتقدم لكم معلومات أساسية عن طريقة التلوين والرسم على عجينة السكر. إن شاء الله أنا وإنتوا نستفيد من خبرتها في فيديو النهاردة، وهسيبكم بقى دلوقتي مع الشيف إيمان. سعيدة بدعوتك دعاء، وشكراً على الاستضافة. أهلاً وسهلاً بيكم. هنشوف مع بعض إزاي نقدر نرسم على عجينة السكر حتى لو إحنا مش رسامين أو ما عندناش أي فكرة عن الرسم. ازاي نقدر نرسم على عجينة السكر؟ ازاي نقدر نرسم على الكيك المتغطي عجينة سكر؟ ازاي نقدر نرسم رسمة على العجينة ونقصها وننقلها على الكيك علشان يكون شكلها لطيف؟ هنحتاج ايه؟ هنحتاج الوان جل ماركة ويلتون او اميريكولر او اي ماركة تكون جودتها كويسة. هنحتاج كمان فرش ناعمة علشان نقدر نلون بيها، اي فرش تكون الشعر بتاعها يكون ناعم. وهنحتاج فرشة رفيعة للتحديد تكون مقاس زيرو او ارفع مقاس تلاقوه في المكتبة، قلم رصاص نون توكسيك او غير سام، ده بنلاقيه في المكتبة مخصص للاطفال بتوع الحضانات علشان لما بيحطوه في بقهم القلم ده نقدر نستخدمه بامان على عجينة السكر. طيب دي الرسمة اللي انا عاوزة انقلها على عجينة السكر. الرسمة دي انا عاملاها ازاي؟ لو انتوا ما بتعرفوش ترسموا بتقدروا تشفوا الرسمة من الموبايل او من اي صورة عندكم، تقدروا تطبعوها من اللابتوب وتشفوها بالشكل ده. تعالوا نشوف الطريقة اللي هنقل بيها الرسمة على عجينة السكر. عجينة السكر هنا انا فردتها على البورد بتاعي وسبتها حوالي ساعة تنشف علشان اقدر انقل عليها الرسمة بسهولة. الرسمة أنا مشيت عليها من الناحية التانية بالقلم الرصاص النون توكسيك زي ما قلنا، برضو علشان أقدر أنقلها بسهولة. وهبدأ هنا أجيب القلم، أحط طبعا الرسمة أظبطها على المكان اللي أنا هرسم عليه، ولنفترض إن ده البورد أو الجزء ده هو سطح الكيك بتاعي. هنبدأ نظبط الرسمة ونمشي عليها وإحنا مثبتين بإيد وبالإيد التانية، نمشي على حدود الرسمة لحد ما تتنقل حدودها تحت علشان نبدأ نلونها. يلا نبدأ. كده بعد ما مشيت على كل الحدود هبدأ أشيل الورقة. هنلاقي إن حدود الرسمة طبعت كلها على سطح الكيك أو سطح عجينة السكر. دلوقتي هنبدأ مرحلة التلوين. هبدأ باللون الأسود أعمل حدود الناعمة وبالفرشة الرفيعة. أنا ببل الفرشة عندي مية وبعدين باخد نقطة من اللون الأسود وببدأ هنا أخفف اللون علشان عايزاه ما يكونش أسود قاتم قوي، وهبدأ أخد بطرف الفرشة وأمشي على حدود الرسمة. وأنا شغالة بحاول إن أنا أعمل يعني ما ضغطش قوي بالفرشة علشان ما يعملش تلطيخ في الرسمة، الالوان ما تكونش سايحه في كل مكان وما تكونش خارجه عن الحدود.
على قد ما بقدر، بخف ايدي وبخف الفرشة. حددت كل حدود الفلامينجو بالفرشة الرفيعة باللون الأسود. دلوقتي هبدأ مرحلة التلوين. طبعا الفلامينجو لونها بينك، فأنا ممكن أختار أي درجات بينك أنا حباها، الروز أو الديب بينك أو أي درجة أنا حباها، وأبدأ أخفف بالمية عشان أدي درجات أقدر ألون بيها. حطيت نقطة هنا من الديب بينك وبلتت الفرشة مية وهبدأ ألون. هنا غيرت الفرشة، بستعمل الفرشة دي. هبدأ أملى المساحات كلها، وأخد بالي وأنا ماشية إن أنا مروحش على الحدود السوداء علشان ما بهدلش الألوان، ما خليش الألوان تدخل على بعضها. هنا الجزء ده بيكون ابيض، هدهنه باللون الابيض. هبدأ دلوقتي اشتغل على الورقات الخضراء الونها. انا هنا هستعمل الالكتريك جرين من اميريكولور، وهبدأ حطيت منه هنا تمام. وبعدين هبدأ قبل الفرشة مية واخد منه، انا عاوزة افتحه فهحط عليه نقطة من اللون الابيض. علشان يديني الدرجة الافتح من الالكتريك جرين. هلون الارضية بتاعت الورقات الخضر بالدرجة دي. هكمل باقي الورقات. هجيب الدرجة الأغمق من الإلكتريك جرين أو اللي هي من العلبة، من علبة اللون مباشرة، وهبدأ أعمل حدود بالفرشة الرفيعة، حدود بسيطة ناعمة كده للأوراق الخضراء علشان تكون أوضح معانا. وهنا هبدأ أكمل ورقات باقي الورقات الخضراء اللي حوالين الفلامينجو بنفس الطريقة هنا وهنا. كملت الورقات الخضراء وتفاصيلها بنفس الطريقة زي ما قلت لكم ازاي. دلوقتي أنا هاخد اللون السكاي بلو الفاتح ده، هبل الفرشة مية وهعمل زي بركة تحت رجليها كأنها واقفة عليه مية. وأخيرا هعمل التفاصيل اللي هي الأجنحة بتاعتها، هعملها باللون بنفس اللون ده بس من غير ما أخففه، الديب بينك.
الفرشة برضو الرفيعة. وهعيد على التفاصيل باللون الاسود الخفيف مخففاه بميه علشان بس اظهر الجناحات بتاعتها وحدودها اكتر. التفاصيل بسيطه بس بتفرق جدا في الشكل النهائي. وبكده بتكون الرسمه بتاعتنا خلصت، وبيكون كمان خلص الفيديو. مبسوطه ان انا كنت معاكم النهارده، ويا رب اكون قدرت افيدكم ازاي تقدروا تنقلوا اي رسمة على عجينة السكر بطريقة سهلة وبسيطة. شكرا ليكو، وشكرا دعاء على الاستضافة.